اعترف رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع بلقائه والدة اللاعب الشاب والواعد مهاجم نادي ريال سوسيداد الإسباني محمد علي شو لينضم إلى المنتخب المغربي قبل النسخة المقبلة من نهائيات كأس الأمم الإفريقية في ساحل العاج العام القادم، ويقطع على الطريق بذلك على إمكانية تمثيله منتخبا آخر بحكم توفره على 4 جنسيات. ويتابع مسؤول جامعة الكرة في كوت ديفوار ملف اللاعب محمد علي شو لاعب ريال سوسيداد الإسباني المنحدر من أب إفواري وأم مغربية، ويأملون في ضمه للعب في صفوف الفيلة في الفترة المقبلة، وبخاصة قبل المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها بلاد الفيلة مطلع للسنة المقبلة، حيث إن اللاعب يفضل اللعب مع المنتخب المغربي عوض منتخب ساحل العاج. ورغم أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تراقب وضعية اللاعب منذ مدة وتريد ضمه أيضا بحسب رغبة الناخب الوطني وليد ركراكي، إلا أن كوت ديفوار هي الأخرى تنظر للاعب إلى السابق لأونجي الفرنسي صاحب 19 سنة بمثابة العنصر الذي بإمكانه أن يفيد خط هجومها في الكن المقبلة. وأكد موقع العربي الجديد إن رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع قد التقى فعليا بوالدة علي شو سامية شو في مركز محمد السادس لكرة القدم بالمغرب، وكان ذلك قبل حسم المنتخب تأهله إلى مونديال قطر، وذلك في إطار خطط إقناع للاعبين ذوي الأصول المغربية الذين يحملون أكثر من جنسية بتمثيل المغرب في المستقبل. لقاء لقجع مع والدة علي شو لا يعني أن الأخيرة قد ضمن وجوده مع المنتخب المغربي في الفترة القادمة، لكن الموضوع يبقى بيد المدير الفني لمنتخب المغرب وليد ركراكي الذي يعمل على تدعيم صفوف المنتخب بلاعبين جددة. وكان حضور وليد ركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب في ملعب سانتياغو برنابيو خلال المباراة التي جمعت ريال مدريد وريال سوسيداد لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لم يكن من أجل متابعة إبراهيم دياز مهاجم ريال مدريد وإقناعه بحمل قميص المغرب مستقبلا كما أوردته صحيفة آس الإسبانية، وإنما حضر الملعب خصيصا لمتابعة أداء المهاجم محمد علي شو مهاجم ريال سوسيداد الإسباني المرشح للانضمام إلى المنتخب المغربي في المرحلة المقبلة، وليس من أجل دياز، مبرزا أن المدير الفني المغربي التقى فعلا مع دياز في أروقة ملعب البرنابيو وتحدث معه لعدة دقائق، وكان حديثهما عاديا إذ لم يكن مبرمجا أن يجتمع معه بعد المباراة المذكورة. وتحدث وليد ركراكي عن ملف دياز في مناسبات سابقة، وكان صريحا عندما قال إن الكرة في مرمى لاعب ريال وأن الاتحاد المغربي لن يوجه إليه الدعوة مرة أخرى على اعتبار أن باب المنتخب المغربي مفتوح له كما هو الشأن لجميع اللاعبين من أصول مغربية، ولم يكن من المقبول أن يتراجع عن كلامه ويلتقي دياز من أجل إقناعه بحمل قميص الأسود كما زعمت الصحيفة الإسبانية. ويسعى الاتحاد المغربي لكرة القدم إلى إقناع علي شو بتمثيل المنتخب المغربي مستقبلا، وذلك من خلال إقناع أسرته بشكل مباشر أو عن طريق المنقبين التابعين لاتحاد الكرة المغربي في الدوريات الأوروبية والمكلفين بمتابعة جميع المواهب الصاعدة لضمها إلى عرين أسود الأطلسي. ويملك المهاجم علي شو صاحب 17 عاما 4 جنسيات، وهي ساحل العاج بلد والده إبراهيم والمغرب بلد والدته سامية، فضلا عن فرنسا بلد المولد وإنكلترا التي قضى فيها 5 سنوات في فترة طفولته.